قعدنا ويا المرجعيه، صدقني احنا رحنا 8 اشخاص لابسين، حتى هي كانت حتى الزياره سبحان الله هي الهيه صارت، مو يعني هي خلصت يوم 11 ونص وبعد ماكو مقابله للسيد سبحان الله. رحنا زرنا امير المؤمنين ورجعنا، هنا هذا الشخص اللي يمك لح علي واصر انه ابو فرح دقل لهم لعلوا انه يطببونه. قلت له يابا هي خلصت وهذا سيد يعني مو يعني مرجع مو يعني حكي اي. فسبحان الله لقيت واحد واقف بالباب، قلت له خالي احنا جرحى ما قدرنا ندافع ويا هذا الحكي بباب السيد، باب السيد سمعت السيد السيستان. اي باب السيد قال يابا مو الوقت خلاص. قلت له بعد انت بتشوف طب جوا اذا ترتبت بلكت. سبحان الله دخلوا جوا مثل ما دخلوا، قال اعطونا باجاتكم، اعطيناهم الباجات، اجى نداء قال خلي يدخلون. والله العظيم صار جينا للسيد السيستاني، الرجل قاعد على القنفه مالته، منا قنفه وخلى 4 كراسي منا، قعد الاربعه مننا واحنا 4 قعدنا منا. واول ما حكى والله العظيم تقول هو حكى اللي بقلوبنا بتاريخ، والله هاي كلام بالتاريخ. تذكر التاريخ ايش قد يعني تقريبا قبل تقريبا 7 اشهر قريبة قريبة يعني إيه؟ والله قال انتم شهداء الجيش العراقي وجرح الجيش العراقي انتم مظلومون. الله والله العظيم هيك نفسه قال، قال وانا اعلم، وحتى قال ليل نهار ادعي لكم وادعي للحشد وادعي للشعب. الله والله نصا من فم السيد عنده إيه. وحتى اخو احنا تعرف هو من نجينا هو ما يعرف احد بينا، والله ويانا واحد كان يقول له صاحب الاعلام مالهم قال له تعال اخذ لنا صوره ويا هذول الابطال. والله عندنا ولد اللي قال له يا محمد تعال استريح هنا اقعد زين، هو ايش ما ادري هذا اسمه محمد. يا الله والله احنا كل احنا غير ما شاء الله والله اجى وقف. طبعا هم كلهم قاموا يصحون اللهم صل على محمد وعلى محمد، لانه اول مره السيد يوقف ويقول لهم تعالوا اخذوا لي صوره ويا هاي الجرحى. فوقفنا واخذنا يعني صورة. سمعت السيد السيستاني طلب يا اخي هو شخصيا شخصيا طلب يلتقط صوره وياكم كجرحى الجيش العراقي الابطال. اي والله العظيم.